فاهم، هذا تخليه مطيح مار ما يفتهم شيء، ما ادري شنو سالفته، ما ادري شنو سالفته. لو هذا السماوي زين يقول اشم ريحه جواريب، جواريب الزائر تشفي من الكورونا، ريحه جواريب الزائر تشفي من الكورونا. ها لو هذا اللي قال لي ما دام عندنا الايمه، ما دام عندنا الكورونا ما تجي، هاي جتك الكورونا مولانا، ما دام احنا شيعة الكورونا ما طقنا، هاي طقتكم بويا الكورونا، يلا انتم شيعة طقتكم الكورونا، هاي اهل الانبار ما طقتكم الكورونا سنه، ما طقتكم، شوفوا شو طقتكم انتم، شنو سالفتكم؟ وعدكم الايمه وعدكم علي وعدكم الحسين وعدكم وعد كل شيء عندكم، يلا شو طقتكم؟ طقتكم صفح ولا وداخله بيكم على الطوب، هسه جايك انت بعدك هسه جايك، هاي كذب مالكم كلها هسه طلعت كورونا، كورونا رحمه الله عليك انت، شنو انت شنو انت كورونا؟ طلعتي كذب مالهم كله، هذا كان يدفل بالماء، يلا ابوي خذ التفله هاي ابوي تشافيك، هذا ابو شكليته، شكليته تشفي له عشيره، ذاك ابو تربه كانت الباخره تريد تغرق، الباخره هاي تريد تغرق بنص البحر الموج يوديها ويجيبها بوي الباخره، ها وهذا طلع له تربه وذبها بالبحر، وهدت الباخره قالوا له ايش سويت انت سويت؟ قالهم ذبيت التربه، قاموا كلهم ياكلوا التربه، يلا هاي كورونا يلا وكلهم تربه وكلهم شكليت، جيبوا لهم سيد يتفل عليهم، جيبوا لهم سيد فلان يطقهم بالنعال، مو النعال ماله ب 50 دولار، خلي يطقهم بالنعال يلا شافيهم. يلا ليش عزلت الامام علي؟ مو حاضر شدات الامام علي لو لا عليه السلام، خلي العالم يزور كذبكم كلها طلعت الكورونا، كل فضايحكم طلعت الكورونا. زين هاي فضايحكم مالت الكذب، تقعد تسطرها على الوادم على الناس بالحسينيه، اشم ريحه الجواريب مالت الزار وتراب الزار وتطين وما اعرف شنو، كلها طلعت الكذب. يلا طلعوا لي علاج من هالكذب مالكم، هذا كله اللي كنتوا تهرون به على المنابر هاي الحسينيات ومع كلها، طلعوا لي الكذب هسه. يلا طلع لي كذب مالكم هسه، شايفين العالم هاي قاعد تموت من الكورونا، شيعه، ناس شيعه وناس مؤمنين وناس رايحين للزياره ويزورون، ثلاث ارباع الناس اللي راحت مسيره للامام جعفر الصادق عليه السلام مصابين بالكورونا، مو قلت لهم ما ينصابون؟ مو قلت لهم لا تمنعونهم من الزياره؟ فالامام جعفر الصادق باب الحوائج، الامام موسى الكاظم عفوا باب الحوائج هو يشيل الكورونا عنكم؟ يلا هسه هاي العمايم، العمايم سبب كل واحد انصاب بالكورونا بركبتكم، واطلب من كل واحد شيعي يقاوم اهل العمايم، شكو واحد معمم يقاومه. هاي كورونا ما تشاغى، هاي كورونا ما تمشي بالكلاوات، هاي كورونا ما تمشي بالتفال، هاي كورونا ما تمشي من عال السيد طق عال وروح مشافه وليدي، كلاواتكم هاي طلعت كلها شذي قدام كورونا. ما يشفي من الكورونا بس الله هسه، الله هسه قاعد يشوفني ويشوفك ويسمعني ويسمعك بس. زين؟ ثاني شيء تعال سولف لي على اهل البيت، انا هسه اريد اشوف الامام موسى الكاظم، مو تقولون مات بالسجين. تقولون مات بالسجين، لو وين مات هو؟ فهموني، مو تقولون قضى حياته بالسجين تحت الحكم الطاغي والظالم، كانت رايح له هو نفسه ما خلص من السجن. نفسه هو ما خلص من السجن، كانت رايح له ايش تريد منه؟ هو حي ما خلص نفسه. ها؟ السيده زينب هي عدله ما نفعها الامام زين العابدين. ولا نفعها الامام الحسين. ولا نفعها الامام علي. ولا نفعها واحد من الائمه، هي عدله. زين الامام الحسين حسب ما تقولون، مو انتم المعممين تقولون بالروايات اجى بدوي واراد ان يسرق تكته وتك سرواله وقطع يده اليسار وقطع يده اليمين، ما قدر يدافع عن نفسه عن تك سرواله، مو انتم تقولون مسولفون على المنابر؟ ما مسولفون على المنابر. ها؟ هسه ميت هو الامام الحسين عليه السلام وانا رايح اطلب منه، شريد من الرجاء؟ شريد من ابتلى بيكم بلوى اهل البيت، ابتلى بيكم بلوى. لا انتم مطبقين دينهم ولا انتم مطبقين امانتهم ولا انتم مطبقين صدقاتهم ولا انتم مطبقين تقوتهم ولا عندكم من اهل البيت بس الاسم. شكو واحد يريد يبوك ويريد ينهب ويريد يقتل بس يسمى باهل البيت، يلبس عمامه ويلبس يكض له سبحه 101 ويلبس دشداشه سوداء لو بنطلون اسود وقاف اسود ويروح يشتغل من جماعه الله هذول.